عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية في البدن والوطن. إلى موجز الأخبار من قناة الشروق. هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان الشعب السوداني بالذكرى 67 لاستقلال السودان، مشيدا بنضالة الشعب السوداني وجهود المخلصين الشرفاء من الرعيل الأول والذين صنعوا الاستقلال. وأكد البرهان ضرورة جمع الصف الوطني ووحدة الكلمة واتخاذ الحوار الجاد والموضوعي وسيلة لتجاوز الخلافات والصراعات، وذلك لتوحيد الجبهة الداخلية لمجابهة التحديات التي تحدق بالوطن. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان من صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تهنئة بمناسبة الذكرى 67 للاستقلال المجيد، وتلقى تهنئة بذات المناسبة من كل من رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، ورئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو مارتيلا، ورئيس جمهورية البرتغال كابليو دي سوزا، ورئيس جمهورية النيجر محمد بازوم. أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو التزام الحكومة باستتباب الأمن والاستقرار والسعي الدؤوب لضمان أمن وسلامة المواطنين بولاية دارفور، وأوضح سيادته لدى زيارة أمس منطقة تقلا التابعة لمحلية بليل بولاية جنوب دارفور أن الأجهزة الرسمية لن يهدأ لها بال إلا بعد القبض على الجناة المتورطين في الأحداث التي استهدفت بعض المناطق بمحلية بليل لمحاسبتهم وتقديمهم لمؤسسات العدالة. وقال إن هنالك لجنة للتحقيق ستصدر نتائجها في القريب العاجل وستكشف الحقائق بصورة شفافة حتى يأخذ كل ذي حق حقه. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس حرص والتزام الحكومة بتوفير الأمن والاستقرار لمواطني ولاية دارفور. قال ذلك لدى زيارته للولاية، وقال إن التفلتات الأمنية لضمان أمن وسلامة المواطنين لا بد من قمعها بواسطة السلطات في المركز وكذلك في الولاية. وقال لدى مخاطبة أمس مواطني منطقة أم ترينا إن هنالك تقصير من الأجهزة النظامية في التعامل مع الأحداث التي وقعت في بعض المناطق بمحلية بليل، وأضاف أن الدولة ملتزمة بتنفيذ مطالب المواطنين فيما يلي الأوضاع الإنسانية والأمنية، داعيا أصحاب المصلحة لتكوين لجان تتولى توزيع المساعدات الإنسانية التي ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة. نهاية الموجز قدمناه لكم من قناة الشروق، شكرا جزيلا لتفضلكم بالمتابعة وفي أمان الله.